مرحبا بكم أصدقائي في درس تعلم اللغة الإنجليزية من البداية إلى الاحتراف للمبتدئين. أعدك يا عزيزي المشاهد، إذا قمت بتكرار هذه الكلمات مرارا وتكرارا واستعملتهم في حياتك اليومية فستتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة، أي يجب عليك أن تحفظها وتستعملهم باستمرار. هذا الفيديو صمم أيضاً للأشخاص التي تود أن تتعلم الإنجليزية عن طريق الاستماع، فهي أيضاً تعتبر طريقة فعالة لحفظ واكتساب المصطلحات والجمل. فقط ضع السماعات ثم ركز واسمع جيداً وحاول أن تردد معي هذه الكلمات والعبارات الأساسية في تعلم اللغة الإنجليزية. كل التوفيق لكم، وهيا لنبدأ عزيزي المشاهد. ولا تنسى الضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. حتى لا أطيل عليكم أصدقائي، لنبدأ. أول جملة معنا في هذا الفيديو: Problems are the price you pay for progress. Problems are the price you pay for progress. Problems are the price you pay for progress. Problems تاني المشاكل. Are the price تاني هي الثمن. You pay بمعنى الذي تدفعه. For progress تعني مقابل التقدم. المشاكل هي الثمن التي تدفعه مقابل التقدم. دورك الآن لقراءة الجملة. نعم، جيد جدا. الجملة التالية: Freedom comes from strength and self-reliance. Freedom comes from strength and self-reliance. Freedom comes from strength and self-reliance. بمعنى تأتي الحرية من القوة والاعتماد على الذات. دورك الآن لقراءة هذه الجملة عزيزي المشاهد. نعم، أحسنت. الجملة التالية: If one suffers, we all suffer. Togetherness is strength, courage. If one suffers, we all suffer. Togetherness is strength, courage. If one suffers, we all suffer. Togetherness is strength, courage. بمعنى إذا كان المرء يعاني فإننا نعاني جميعا. العمل الجماعي قوة، تشجع. هيا اقرأ الجملة الآن أنت باللغة الإنجليزية. نعم، جيد جدا. وصلنا إلى آخر الفيديو، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تقوم بالضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية.